خرج أهالي مدينة الشداد بريف الحسكة في مظاهرة للمطالبة بطرد المجموعات الإرهابية المسلحة من مدينتهم. وعلى طريق تل درة الرملية بريف حماه استشهد رجل وامرأة بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في المنطقة، كما أصيب مواطنان بقذيفة هاو أطلقها إرهابيون على مساكن برزة بدمشق. هذا فيما تمكنت وحدة من قواتنا المسلحة من القضاء على إرهابيين من جبهة النصرة عند دوار التلة بمعرة النعمان في إدلب، كما نفذت قواتنا المسلحة عمليات نوعية ضد المجموعات الإرهابية في ريف دمشق أسفرت عن القضاء على العديد من متزعمي إرهابيي جبهة النصرة وتدمير مستودع لأسلحتهم وأدوات إجرامهم وعدد من أوكارهم. إلى ذلك حققت وحداتنا العسكرية تقدما كبيرا في ملاحقتها للإرهابيين بحي القابون بعد أن قامت بتدمير العديد من أوكارهم وتجمعاتهم وإيقاع العديد منهم قتلى ومصابين، في حين تم تدمير مستودع أسلحة وذخيرة في حي برزة والقضاء على متزعمين لمجموعتين إرهابيتين وهما فادي سلو ومحمد إسلام الحموي. كذلك تم القضاء على أفراد مجموعة إرهابية وتدمير أسلحتها وذخيرتها في دوما وإيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى عند نفق حرملة في محيط شركة الكهرباء وشركة دايا للمكيفات بحرستة. كما واصلت وحدات عسكرية عملياتها ضد الإرهابيين في عمق الغوطة الشرقية، حيث قضت على رامي قاذف RPG وأوقعت أفراد مجموعة إرهابية مسلحة ودمرت رشاشين ثقيلين على أطراف قرية دير سلمان، كما قتلت متزعمي مجموعات إرهابية تابعة لجبهة النصرة قرب قرية مرج السلطان، وتم القضاء على مجموعة إرهابية بكامل أفرادها في مزارع قرية الخامسية. أصيب مواطنان